انت شو بدك يا حاج؟ شو بدك؟ بدي اتجوز. طيب طب شو المشكلة؟ ما تتجوز. المشكلة ما عندكش مرا يا حاج؟ ما عندكش مرا؟ المرا يبست يا عظم. طيب مش قادر بالعربي، ما فيش لحم. شو بدك انت؟ بدي لحم يا حاج، بدي اوشي لحم. طب وين عظم؟ ما بوشي حرام. لازم على السنة كل واحد أربعة، على السنة المحمدية، مشان يوم القيامة الرسول بتباهى فأمته كثر الأمي. ليش احنا عارضنا الإسلام؟ المرض تزعل لما يتجوزها. طب وليش مش كفر؟ فيش عندك لحم انت يا حاج؟ ما عنديش، عندي عظم، عندي خشب صوص، بده حرق، بده حرق. الخشب لما يسوي شو بده؟ مالوش علاج، سحرك وقسرك هاي علاجه. طب ليش يعني ما عندك ما بتتزبط وبتتشيك زي شجره يبسس؟ شو بدها؟ خلق يم سوشة. خلص بدك شجره تزرعها توشن منها. هاي يبسس بطلت تفيدني. يعني بدك هبر انت؟ نعم بدي هبر. بس في عندك قوه يا حاج للهبر؟ حريقه يا حاج، موكل نباتات بطين وزبيب، نص فنجان بيجي وشوف مترينه قدام زي الشرشه. خليك الزحمه حريقه يا حاج.